وبشأن العلاقة المتوترة بين بغداد وأربيل، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والدبلوماسي العراقي غازي فيصل. سعادة السفير، مرحبا بكم. يعني مطالبة العبادي بتسليم المنافذ الحدودية، ويهدد بنبرة ربما تكون تصعيدية أكثر من أي وقت مضى، لن ينتظر إلى الأبد على حد قول العبادي. ما دلالة هذا التصعيد في هذا التوقيت سعادة السفير؟ هو ليس بالتصعيد الجديد، يعني أكثر من مرة كرر السيد العبادي أن للعراق والحكومة الاتحادية طبقا للدستور وطبقا لمبدأ وحدة الأرض إلى آخره، هي بالتأكيد تشكل قاعدة أساسية للحكومة الفيدرالية بأن تمتد في سلطاتها المدنية والعسكرية والأمنية والاقتصادية وفي مجالات الطاقة والاستثمار في كافة الأراضي العراقية. إذا رأي السيد العبادي ينطبق مع الدستور باعتبار يفترض أن تكون الحكومة الاتحادية سلطات كاملة على مختلف المرافق والموانئ والمطارات وفي مختلف مجالات الحياة. أعتقد الوضع اللي كان سابقاً وضع استثنائي، يعني تمددت على سبيل المثال السلطات الإقليمية لكردستان باتجاه المناطق المتنازع عليها عندما كانت هناك ظروف استثنائية لمواجهة داعش. اليوم العراق تحرر من هذا التنظيم الإرهابي، إذا يفترض أن نعود إلى القواعد الأساسية والمواد اللي موجودة في الدستور، لكن هذا لا يعني عدم وجود خلافات جوهرية بين بغداد وأربيل حول المواد الدستورية. اليوم رئيس الحكومة السيد نجربان عبر عن وجهة نظر جيدة ومنطقية بموافقتهم أو الاتفاق على دستورية القرار اللي اتخذتها المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم شرعية أو عدم وجود أو عدم دستورية الانفصال عن العراق لأي مكون من المكونات اللي موجودة ضمن إطار الوحدة العراقية. طيب. وبالتالي نحن أمام وضع جديد، يفترض أن نذهب إلى حوار بناء واسع شامل يشمل جميع الملفات الأمنية الاقتصادية السياسية العسكرية الطاقة البترول الحدود لكن سعادة السفير إلى آخره. نعم، لكن سعادة السفير يعني ما تفضلت به أن ربما تكون هناك حوارات، لكن الحوارات والتفاهمات اصطدمت هذا اليوم بتصريح يعني القوى الكردية تهدد بالانسحاب من العملية السياسية. العبادي لم ينتظر طويلا ورد بحسب ما أوردناه في بداية الأخبار. يقول العبادي إذا أرادت التحالف أو القوى الكردية أن تنسحب فلتنسحب، وستأتي بدلا منها كتل أخرى تحل محلها. ولكن في حال الانسحاب سعادة السفير، هل تبقى لحكومة بغداد شرعية؟ من الناحية المبدئية المنطقية باعتبار الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني هم طرفين أساسيين في وضع الدستور وفي العملية السياسية التي نشأت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، وبالتالي انسحاب الحزب الديمقراطي الكردستاني لوحده يمكن أن لا يغير من هذه المعادلة إذا انضمت أطراف أخرى في العملية السياسية من الأحزاب الكردية كالتغيير أو الإسلاميين ببقاء أيضا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. لكن هذا يعني أيضا بالمقابل اندلاع قد تكون أعمال عنف بين الأحزاب أو الأطراف الكردية أو مشكلات سياسية أو قطيعة أو أزمات بين أطراف الأحزاب السياسية اللي موجودة في إقليم كردستان. أعتقد الذهاب إلى هذا الخيار هو ذهاب معقد وسيكون له آثار سلبية كبيرة. يفترض الحفاظ على التوافق اللي كان سائد وحل الملفات ومواجهة المشكلات اللي موجودة. يعني طلبات القيادة الكردية قبل الاستفتاء كانت واضحة، يفترض تطبيق المادة 140 التي تتعلق بالمناطق المتنازع عليها،
يفترض تطبيق الماده 112 اللي تتعلق بتاسيس او بتشريع قانون يتعلق بالنفط لوضع معالجات بناءه في مجال استثمار النفط، العقود، الشركات، التصدير، الصلاحيات الى اخره. هناك مواد ايضا اخرى تتعلق، على سبيل المثال الماده 96 تتعلق بوضع قانون لانشاء المحكمه العليا الوطنيه اللي فوق اتحاديه. هناك الماده 65 تتعلق بوضع قانون لانشاء مجلس اخر في البرلمان يمثل المحافظات، بمعنى برلمان اتحادي. هناك الماده 84 تتعلق بتنظيم قانون لتنظيم اجهزه الاستخبارات. هناك ماده تتعلق باخذ موافقه مجلس النواب عندما نعين قيادات عسكرية، وهذه المادة لم تنفذ. هناك مادة تتعلق مادة 9 موضوع الميليشيات وهكذا. إذن هناك خلافات جوهرية حول عدم تطبيق بغداد الحكومة الاتحادية، البرلمان الاتحادي لمواد الدستور. سعادة السفير، عفوا سعادة السفير، يعني جميل أنت تتحدث بمواد الدستور ونحن نتعلم منكم صراحة سعادة السفير، ولكن هنا نبرة العبادي خاصة في هذا التصريح، تصريح اليوم يعني حول احتمالية انسحاب القوى الكردية من العملية السياسية، تعطينا انطباع سعادة السفير أن المشاركة قد تحولت إلى مغالبة بين الأطراف السياسية، كيف وجدتموها أنتم سعادة السفير؟ نعم أكيد. وجهة النظر اللي تفضلت بها جنابك سليمة صحيحة. هناك ما نسميه بعلم السياسة علاقات القوى السياسية أو علاقات القوى العسكرية أو علاقات القوى الاقتصادية، بمعنى اليوم إذا جاز التعبير الصراع مفتوح على صعيد علاقات القوة العسكرية بين الطرفين بغداد وأربيل، ونتمنى أن يبقى خيار السلام والخيار ضد الحرب قائم. لكن علاقات القوة الاقتصادية اليوم بغداد بعد انتصارها على داعش، بعد وقوف المجتمع الدولي ودول الجوار والأمم المتحدة إلى جانب الخيارات السياسية لبغداد، بغداد تتصرف بمنطق القوة في العلاقة مع كردستان اللي تصرفت ضمن إطار بالتأكيد الخيارات أو الحسابات القاطئة. إذا نحن أمام علاقات قوة يميل الميزان فيها إلى بغداد، وبالتالي تأتي خطابات أو مواقف السيد العبادي أو غيره من المسؤولين كخطاب المنتصر في علاقات القوة مع كردستان. نتمنى نذهب إلى توازن يحقق السلم المدني، السلم الأهلي، التعايش بين جميع أطراف المكونات أو القوميات والأديان والطوائف في العراق، عودة الاستقرار، الذهاب إلى تنمية شاملة، معالجة المشاكل الاقتصادية والسياسية، تحديات الفقر، تحديات البطالة، تحديات الجريمة المنظمة، الفساد المالي اليوم اللي يستنزف ثروات العراق سواء في الشمال أو في الجنوب أو في الوسط وفي كل أنحاء العراق. هذه ظواهر خطيرة يفترض التصدي لها باستراتيجيات بناءة من أجل الذهاب إلى سلم حقيقي للشعب العراقي بمكوناته من العرب والأكراد والتركمان والإزيديين والمسيحيين وكل الفئات اللي تشكل هذا الشعب اللي عاش موحد عبر التاريخ. سعادة السفير، تعتقد أن الاستفتاء يعني كان ذريعة لبغداد لتحقيق مكاسب على حساب مناطق كردستان العراق سياسيا، جغرافيا، أمنيا، اقتصاديا؟ تعتقد ذلك سعادة السفير؟ قصدك فشل الاستفتاء، يعني فشل استراتيجية الاستفتاء. أكيد فشل استراتيجيات الاستفتاء اللي وضعها السيد البرزاني، وأنا أشرت أكثر من مرة بسبب الحسابات الخاطئة وبسبب موقف القانون الدولي الذي لا يسمح بتفكيك الدول والمبدأ الخاص بوحدة الأرض وعدم تفكيك أو تجزئة الدول، وكذلك مجلس الأمن الدولي إضافة للقوى الكبرى. إذن فشل الاستفتاء ووقوف المجتمع الدولي ضد نتائج الاستفتاء، خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي الحليف الأكبر والأساسي للأحزاب الكردية ولقيادة الإقليم، دفع مثل ما أشرت أن علاقات القوة بين الطرفين انحازت أو أصبحت لصالح بغداد، وبالتالي ما بغداد تتخذ اليوم قرارات معينة على صعيد العلاقات مع كردستان يقف المجتمع الدولي إلى جانبها ودول الجوار. وبالتالي أعتقد الموقف المرن اللي اتخذه السيد نجرفان
بارزاني رئيس الحكومة الإقليم، أعتقد هو موقف ممكن يكون موقف بنا، والانسحاب ليس هو الحل، لكن الذهاب إلى مفاوضات بنا وفق شروط بغداد اللي هي الدولة الاتحادية أو الحكومة الاتحادية سيضمن مصالح الشعب الكردي مستقبلا والتركمان والعرب، وسيضمن مصلحة كل الشعب العراقي إذا ما تبنينا سياسات جذرية حقيقية في مجال تطبيق الدستور، دولة المؤسسات، الفصل بين السلطات، محاربة الفساد، حل الميليشيات، عودة الجيش لواجب الوطني وليس لواجب الطائفي مثل ما نظهر أو ما تظهر بعض السياسات أو التطبيقات. نتمنى القيادة العامة للقوات المسلحة تحفظ أمن العراق وليس أمن طائفة على حساب الطوائف الأخرى أو قومية على حساب القوميات الأخرى. إعادة الإعمار اللي تتطلب أو تحتاج أكثر من 300 مليار دولار، الديون اليوم اللي موجودة على العراق أكثر من 120 مليار دولار، العجز المالي أكثر من 100 مليار دولار، هذه كوارث. نعم سعادة السفير، نحن لا يكفينا خطب رنانة، نحتاج إلى استراتيجيات وبرامج عمل من أجل إعادة العراق إلى حظيرة الدول المتقدمة في العالم. الأكاديمي والدبلوماسي العراقي سعادة السفير غازي فيصل، شكرا جزيلا لكم.